يا رامي في حاجة كده كوميدية شوية. قول يا رامي خير. لا مش هقول لك على في حاجات تانية كتير، بس هقول لك على حاجة في الملعب. قفشة كل ما ينزل، لو ما بينزل الشوط التاني أو حاجة، وفي ما الآخر بينزل والدنيا مكهربة ومعقربة حتى لو مش والراجل معقربة، بيغير شكل المباراة حتى لو وبعدين مش، أنا نفسي احتياطي تاني لا ماتش يا كابتن، برضه، لا لا ده حاجة ما سواء مش عارف أنا بدخلناش بحبه فنيات، يعني. ملناش دعوة. لا ماليش دعوة، كمل يلا أنا قول. بتكلم في حتة كوميدية كده. في مرة كان نازل في ماتش مع قفشة في أفريقيا، باين مش فاكر كان ماتش إيه، واحنا تعبانين ومضغوطين وعاملين نجري، وهو يعني كان فاضل الحكم مدي 5 دقايق او 3 دقايق وقت ضايع، فجاي بيقول لي يا رامي روح اكلم الحكم يزود الوقت. لا. قلت انا عايز اخلص مش قادر. قال لي وعايز انا يلعب اكتر عايز لعيب. العب اكتر. قلت له انا اروح للحكم اقول له زود وقت وانا واحنا عايز اروح. مضغوطين؟ ده بقول عارف. لك ايه يا رامي يا كابتن احمد، نعم في ماتش العين كده انا نزلت الدقيقه 87، صح. فعمر كمال ركز كده، لو عدت اللقطه دي هتلاقي عمر واقف على الخط مستنيني وانا نازل. ايوه هتهنى. فبقول له بقول لك ايه يا عمر، فاضل دقيقتين، روح على الحكم بسرعه عشان انا ما بعرفش اتكلم انجليزي، قول له اديني 10 دقايق. كل ماتش يبقى عايز يزود الوقت. تتكلم جد ولا طلعت تهزر؟ والله بجد. لقيت عمر بيقول لي ولا انت عبيط احنا كسبانين. قلت له يا ابني انا بالظبط جيت يعني عشان بيضغطنا اكتر. واحنا لقيت عايزين عمر وانا ببقى تعبان. يا ابني عايزين نلعب، انا نازل دقيقتين فالحكم مدي يا ابني 10 انا و12 تعبان دقيقه. ورا، انا تعبان عاملين نجري. ده انا عايز اخدها منك يا رامي، انا عايز اخد الكوره، طب انت انزل نازل اقف دقيقتين جنبي وخدها مني بعد كده. لا احنا عايزينه قدام، احنا دايما قفشه قفشه لقدام برضه. قفشه الحقيقه بصراحه هجيب لك لقطه عمر كمان. ومحدش اديك الكوره هتعمل ايه؟ قلت له لا هلف على الفرقه كلها خدها. قلت له انا هستنى لما هو تجي بيحب انا اروح الكوره لها. الجديده، هو بيحب بس الكوره الجديده. قلت له انا هروح للكوره. قفشه يعني الحقيقه ربنا سبحانه وتعالى، يعني مثلا ماتش الزمالك في نهائي الكاس تنزل وقت قليل، جاب جون صنعت هدف وجاب رائع بتاع وجبت هدف اروع. الماتشات برضو كتيره، ماتشات في الاخر برضو بيراميدز جاب جون والضحى وسيراميكا كلها وكاس ماتشات العالم للانديه. بحس انه ربنا سبحانه وتعالى عايز يكافئك يا قفشه، يعني بيقول لك انا الحمد لله يا كابتن معاك والله. وشايفك وشايف قلبك وبالتالي. وماتش سموحه يا كابتن لما نزل ماتش الحسم بتاع الدوري السنه اللي فاتت، نعم نزل اول ما نزل جاب جون جول. بدماغه، جول. وجون اللي لا كسبنا لا سموحه 1-0 حطيتها برجله، بفضل برجلك رجلي. سيراميكا اللي كان بدماغه، سيراميكا اللي ده كان حاجات بدماغه. كابتن خطيب دي بتاعت زمان. والله انا سيراميكا قلت اللي كان كابتن خطيب. بدماغك. هاتوا لنا جون سموحه لانه كان من ايوه الاجوان مش فاكر الحلوه. كان برجله ولا بدماغه لا بصراحه مش فاكر. سموحه لا كان انا فاكر برجله، هو اول ما نزل ده برجله. استلم وحطها خدها كده بتاعت بيبو وراح حاططها، لكن بتاعت سيراميكا اللي كانت بدماغه بدماغه لما كانت كان في برضه، كنا استاد دخلنا المقاولين، في كان في استاد الوقت المقاولين. الضايع. حاجات كابتن خطيب ده كانت خطيبه هجيبها والله لك دلوقتي ونقول بتاع لك. الزمن الجميل والله، بس ما حدش واخد باله من حاجه. لا لا كلنا واخدين، كلنا واخدين بالنا. اغلى 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 جون يا قفشه بالنسبه لك، غير اتكلم على القرن شويه وقول اغلى جون تاني. جون الزمالك برضو اللي في الكاس. اللي في الكاس. ده جون من الاجوان اللي انا بحبها جدا، لان جون حطها صعب حلو. وفي فنيه وفي ريسك جامد جدا، صحيح. ما هو ما يعني في يتحطش، ريسك ما كمان تتحطش من هنا في بطن الرجل خالص. بالظبط، لان انا شايف كمان الجون كان ورا الناحيه الثانيه فالرجل مفتوحه، فدي صعبه. دي الوحيد اللي بيعملها في العالم يا كابتن، اتنين دي بروين وميسي، وقفش صعبه وقفش جدا. دي هو بروين بيعملها على طول في السنه وبجيبها جون الحمد لله.